بتشدد يا بعواد يا بعواد عامل عنتر بتشدد حامل السلم بلعب انت بواد واحنا بواد لا تقولوا افوا لا هذا البير وهذا غطا لا تقولوا افوا لا هذا البير وهذا غطا والشاطر فيكو فهمان يدور على الحل بيلقاه دخلك دخلك يا معود اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا معود اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعل دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول يا عبد عبد نعم يابا نعم انا مروع الدار يابا دير بالك غريب شو الغريب انك مروع الدار بدي اروح ارتاح شويه وبعدين بدي اطلع سهره انا وامك غريب شو هو الغريب انك طالع سهره انت وامي يابا هذه سهره عائليه عند دار عمك ابو عواد عند دار ابو عواد مش اجى الرجل وصالحنا وعزمنا لازم اروح ازوره انا وامك مشان خالتك برضه غريب فعلا غريب رجع قول لي غريب شو هو الغريب بس 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 لا تزعل ولا تعصب طيب خلاص احكي ما راح ازعل إيه انت اكيد راح تزعل يابا احكي مش راح ازعل ما بتعصب اوه انت بدك تعصبني بالغصب احكي شو في عندك صار لك مدة يابا متغير وصاير ناعم بطلت تنكد علينا اي صدقني اشتقنا لنكدك هو يابا الواحد ما بزهق من النكد انا زهقت من حالي وانا طالع نازل منرفز فيك وفي امك بعدين الحياة بدون حب ما بتنفع شو الإنسان ما عنده إحساس؟ أي صدقني لخمتني يابا ليش لخمتك؟ أي صدقني يابا ما نعرف كيف بدي أتعامل معك الواحد متعود إنك تخبطه كف تشلخه شلوت تهب بوجهه أما هيك بصراحة إشي بالخير ولا يهمك كل ما اشتقت توك الكف احكي لي بمصعك إياها إذا هيك بسيطة طيب هسا أروح جيب لعلبة شوكولاتة بدي أخذها لدار عمك أبو عواد وشوكولاتة كمان؟ طبعا يابا عيب ندخل دار عمك وايدينا فاضيه شو رايك انت تتسهل يابا وانا بجيبها معي ان شاء الله ناوي تيجي معنا مش اجي معكم يابا بلحقكم طيب ماشي تعال لحالك ها مش تجيب اخوانك معك ولا يهمك ولا يهمك يابا السلام عليكم وعليكم السلام غريب 100% غريب الظاهر انه نايم والنايم ما بصحى نجاح انا نايم ولا صاحي لا انا نايم 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 أنا يا جماعه انا صاحي ولا نايم يا حبيبي انت صاحي وهي نجاح وهي مرت عمك أبو عواد ست إلهام سلامة قلبك يا سعدي لا 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 عين الله عليك هذا شكل مريض هان صدقني ما فيك البلا لا أنا شايف إني خايف وعشان هيك في إشي لا سمح الله ما فيك شي شوفي مسطول وبالي مشغول على طول على طول على طول وهي نجاح واقفة قدامي من غير ما تحكي ولا تقول سلامتك يا سعدي كيف حالك هسا؟ الصحيح مش عارف خايف أظني أحكي تقولي عني هايف
لأنه الكلام مصفط في راسي مثل صينية القطايف. هلأ هيك كلامك كله صاير ورا بعضه ومنظم هيك؟ يا جماعة مالكوا مال كلامي، أنا بدي أطمن على أحلامي. أنتوا حطمتوا أيامي ولا المستقبل قدامي؟ لا يا حبيبي اطمن، لسه المستقبل قدامك. أنا بدي نجاح تكلمني ترحمني وتطمني. احكي يا نجاح، احكي احكي الكلام المباح قبل ما يطلع الصباح، خليني شوي ارتاح. شو احكي يا سعدي؟ بدي تحكي وتطمنيني. بدك تتجوزيني ولا تتركيني؟ بدك تساعديني ولا تهلكيني؟ انا حاسس دمي بغلي في شراييني. هديني يا نجاح، هديني احسن بصير احكي صيني. هديني يا نجاح، هديني خديني احسن بعدين بتبطلي تعرفيني. امسكيني 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 اسنديني. طول بالك يا سعدي، شو صار لك؟ هدي اعصابك. بدي اطمن على حالي واعرف ايش اللي جرالي. بدي اتجوز ولا بدي اضلني وحداني؟ اهدي يا بابا، الدكتور خليجي يشوفه. لا نجاح، نجاح جيبوا نجاح، بدي نجاح، جيبوا نجاح، بدي نجاح، نجاح نجاح. طيب يا حبيبي طيب، هلا بتيجي نجاح. هاي مريضة دكتور، حالتها مستقرة. اوكي خليها تستمر على نفس العلاج. ماشي شكرا. لو سمحت دكتور. اهلا ست نجاح، بدي اعرف عن حالة سعدي بالضبط. يا ستي هذا شيء من حقك. انا يا دكتور لما شفته هلا جوا حسيت بالخوف بصراحة. هو حالته ما بتخوف، لانه الصدمة اجته نتيجة احساسه انه فقدك بسبب موقف امه. امه الان غيرت موقفها، تحسن شوي. بضل دورك انت، اذا بترجعي له وبتتجوزوا ممكن ترجع حالته طبيعية. يا دكتور أنا بسألك، حالته طبيعية ولا لا؟ أنا ما بقدر أقول لك إنها طبيعية 100%، لأنه تحسنه متوقف عليك أنت. يعني زواجنا هو اللي بيخليه يتحسن؟ أنا هيك فهمي لحالته. طب والخربطة يا دكتور اللي قاعد يخربطها، والشعر اللي صاير يحكيه، شو بضمن لي إنه يبطله؟ يا ست نجاح ما حد بيقدر أعطيك ضمان 100%. أنا بحكي لك ضمن الأشياء والمعطيات اللي بين إيدي، لكن النتائج خاصة في المسائل النفسية والعصبية ما حد بيقدر يأكدها. يعني الزواج مغامرة بدون ضمان. على كل حال شكرا على صراحتك يا دكتور. العفو، خليني أفوت أشوفه. تفضل. يا جمال. هذا المعلمي. اطفي الضوء خلينا نسكر ونروح. يعني يابا هسع كلام الدكتور ما طمنت؟ بالعكس يابا خوفني أكثر. مبين حالته مو طبيعية، وهالكلام اللي عم يحكيه المنظوم يعني تقول عم بيألف أغاني. يا حبوباتي هذا يمكن من تأثير الصدمة، ممكن يطيب الزلمة، لا تظلموه. وكمان ما بدنا نظلم نجاح معه كمان. يابا يا حبيبي ما بقدر أتجوزه وهيك، أما إذا رجع طبيعي ممكن أحاول مرة ثانية. بصراحة أنا خايفة، مين بيضمن لي إنه ما يرجع ينجن مرة ثانية ويصير فعلا يحكي صيني؟ هذا أكيد الصدمة أثرت على وتر الشعر اللي بمخه وخلته يحكي هالكلام المنظوم. شو بعرفني يا إلهام، يمكن وترين أو ثلاثة ما بنعرفهم. مظبوط. الله لا يوتر زلكو، ليش هو مخه عود ولا كمنجة؟ أكيد أم سعدي هاي. الله يعيننا. Good evening, sweet face. يا هلا، اهلا وسهلا. تفضل يا ابو العبد. يا هلا ابو العبد، اهلا. كيف حالك؟ تفضل. يا اهلا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ابو العبد. يا الله يحييك. هلا 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 فعواد. والله هلا ابو العبد، والله بدها زغروت. كيف عملتها يا زلمه؟ ايوه احنا بنستغني يا فعواد. تفضل تفضل. استريح استريح. اهلا وسهلا. اهلا.
هذا هو هالساع يثبت انه عديلي وحبيبي وصديقي. بيني بينك مشتاق لكم جدا ومشتاق لتنبل الى رجيل قصدك. قصدك رجيل التقاعد هسه بتذكرها. ليش ما جبتوا الاولاد معكم المره الجايه اختي؟ خلينا نشوفكم على رواق. يا اهلا وسهلا فيكم بالمهلي. اهلا فيك يا نجاح. نجاح نجاح بعدين يا دكتور. طمني يا أم سالي، هلأ الإبرة بتهديه بتخلي تظل نايم للصبح. أنا خايفة عليه، حالته مش عجباني أبداً. يا ستي ما تخافي، تفضلي معي لو سمحتي. تفضلي. الله لا يوطرز لك يا عبد، ولك لو ايش مغلب حالك؟ لو ايش هي هاي الهدية؟ لا يا عم ابو عواد، ما في غرب ولا اشي، وبعدين كله على حساب المصلحة. ما في اشي من واجبك يا ابو عواد ولا؟ وما في اشي من واجب نجاح. يسلم لي هالوجه يا رب. شكرا. ما شاء الله حول قلبك صاير رجال على الشغل. تسلم لي هالقامة يا عبودة. ها كيف يا خالتي؟ ببيض الوجه مش هيك؟ بتبيض الوش وبترفع الراس كمان. كلها كم سنة حبيبي وبتصير عريس. يلا شدلنا حيلة. يا ريت يا خالتي، يا ريت يا ريت من اليوم. يسلم لي هالوجه يا رب. الله يعين هالجرس شو انضرب يا حرام. مساعدي وصل خير. أنا آسفة يا حبيبتي، بس صحيح أنا مش قادرة أصبر أكثر من هيك. يا هلا مساعدي، تفضلي فوتي تفضلي. وصل خير. وصل خير. وصل خير. معلش عندكم ضيوف ومش حابة أزعجكم بصراحة. لا لا يا مساعدي، أهلا وسهلا بيك البيت بيتك. بعدين مش حد غريب، هذا عديل يا ابو العبد، وهذه مدامته ام العبد، وهذه مرتي الهام، وهذا ابنهم ما شاء الله عليه الشاب النغنوش عبد. سعدي يا اخوي، سعدي يا ابو عواد، مصيره معلق بنجاح. بترجاكم خلينا نرجع نكمل الموضوع ونحضر للزواج، خلي الولد يطير. هي نجاح بدها تتجوز؟ يا ام سعدي نتمنى انه سعدي يرجع طبيعي ويطيب وكل شيء بتم مثل ما بدك. يعني اعتبر الموضوع ماشي مثل ما كان من اول. يا ام سعدي انت شايفه حاله سعدي كيف؟ مش معقوله اتجوزه هيك، انت ما بترضيها. بعدين لما يطيب ويرجع طبيعي بصير خير. يا حبيبتي يا نجاح، سعدي مش ممكن يرجع طبيعي ابدا الا اذا تجوزتيه. هو نجاح بدها تتجوز واحد مش طبيعي؟ هي نجاح بدها تتجوز يا ابو عواد؟ لسه ما صار شيء، كله حكي، عقبال عند عبد. والله يا اختي ابني بحبها وبيموت فيها، بيموت عليها، وهي بالمستشفى ومش ممكن ابدا يطيب الا اذا تجوزها. وليش يطيب؟ خليه بالمستشفى بلكي عيط. يسلم لي هالوش. عدم المؤاخذه يا ام سعدي، على العموم الزواج قسمه ونصيب، وبعدين هالساعة مش موضوع حديث، يعني ابنك عدم المؤاخذة برضو بعده بالمستشفى. معناته الولد راح.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ يا هلا يا هلا. متذكرني؟ هو أنا لحقت أنساه. كيف صحتك؟ إن شاء الله مبسوط. الحمد لله رب العالمين. أنت عارف هالمرة ليش جاي أنا؟ عارف، أكيد سمعت باللي صار. شو اللي صار؟ إيه هذا أنت مش عارف إشي. شو اللي صار؟ قل لي يا زلمة شو بيه؟ بحكي عن سليمة. مالها سليمة؟ الله يرحمها. سليمة؟ شو بتقول؟ ماتت؟ لو جيت قبل ساعتين كان شفت الشرطة والأسعاف أجوا أخذوها ومسكوا جوزها. يا زلمة قولوا غير، قل لي شو اللي صار؟ مش عارفين هي حرقت حالها ولا جوزها حرقها. حرقت؟ سليمة سليمة حرقت؟ اقعد اقعد ارتاح ارتاح. معقولة؟ حرقت؟ الله يرحمها وينقى من ابوها وجوزها ضيعوا هالمسكينة. انا عاد كنت جاي اسألك، كنت جاي اقولها مشان تخبر الشرطة مشان تشكي على ابوها وجوزها اللي ضالبينها. اكيد ما قدرت تتحمل يا حرام الضرب، ضرب البربيج، ذبحوها عذبوها. انا عارف حرقت. يا حرام الله يرحمك يا سليمة. هي سليمة بتقرب لك؟ هو يعني لازم اكون بقرب لها مشان احس معها؟ هي ابوها اقرب الناس لها، ما حس معها شو عملها شو سوالها، جرها على الموت بيده بدل ما يدافع عنها. الله يرحمك يا سليمة الله يرحمك يا سليمة الله يرحمك يا سليمة. نعم يا حبيبي نعم. أمي نعم. روحيني على البيت يا أمي، المستشفى زود همي يا أمي. ما هم لسه بيعالجوك يا ماما. أمي أنا إذا بظني في المستشفى يا أمي بكبر همي وبنشف دمي. صدقني يا حبيبي هون بيهتموا فيك أكتر. أمي إذا بتحبيني طوعيني، وإذا بتطوعيني طلعيني، وإذا ما بتطلعيني بتخسريني شوية هوا شمميني. حاضر يا حبيبي حاضر، رح أطلعك اليوم. إذا قالوا لك خليه لا تخليه، معاكي خذيه ومن المستشفى طلعيه. مين هو؟ سعدي. خذيني طوعيني طلعيني الإبر ذبحيني. حاضر يا حبيبي حاضر، رح أطلعك اليوم طلعيني. رح أطلعك اليوم يا ماما. طلعيني طلعيني. تفضل يا سيدي. عشت. الله يعطيك العافية. حياك الله. هلا يا عبد. نعم يابا. دير بالك على المحل يابا، بدي اروح اشتري شوية بضاعة. الله يسهل عليك يابا. الو مرحبا يا خالتي، اهلا فيكي. ما صدقت ابوي يطلع من المحل مشان احكي معك تليفون. صدقيني يا خالتي ليلة امبارح ما اجاني نوم بالمرة. كنت بسمع فريد الأطرش يا ابو ضحك يا جنان. لا يا خالتي ما بحبه ما بحبه لفريد الأطرش، بس لا بحب نجاح. شو مالك يا خالتي؟ في اشي؟ بتسعلي. سلامتك يا خالتي سلامتك. ايه اسمعي يا خالتي، بدك تدبريني ها؟ كيف؟ شو كيف؟ بدها تجوز نجاح. معقول هالمجنون عمي يتجوز نجاح؟ شو جن اكيد. ايه ايش يا خالتي؟
رجعت لك الشعلة؟ لا حبيبي عم بعطس. بتعطسي. سلامتك سلامتك. هذا الحكي هيك ما بينفع. مزبوط يا خالتي، هذا الموضوع ما بينفع على التليفون، لازم فيس تو فيس. ايش؟ ما قلت تيس، بقول فيس تو فيس، يعني وش بوش. حاضر يا خالتي، ان شاء الله بمر لعندك. لا حبيبي ولا يهمك، امتى ما اجيت البيت بيتك. ماشي. اهلين ابو عواد. وينك عبد؟ بعدين بحكي معك. يلا الله معك. انا لازم ادخل السجن. شو عم تقول؟ قولي ليش؟ بدي اعمل جريمه. يا لطيف، شو صار؟ لازم اطخ ابوها لسليمه وجوزها. مني هي سليمه؟ لك احكي لي، قطعت لي ركبي، شو فيك؟ الهام، سليمه ماتت، ماتت مشان تخلص من ضرب جوزها بالبربيج، كان يضربها يا حرام، ماتت حرق. انا بفضلي تمه بالمستشفى تحت المراقبه والعلاج بيكون افضل. مش راضي يا دكتور، مش راضي ابدا، من الصبح هو على كلمه طلعيني يا امي طلعيني يا امي. اذا على مسؤوليتكم انا ما عندي مانع. مش عارفه شو بدي اعمل، مش عارفه شو بدي اعمل، مصمم غير انه يطلع. انا هلا بشوفه بطمن عليه وبعمل له خروج. تفضلي. شو مطولي العرس يا ست نجاح؟ عرس مين؟ انت والاستاذ سعدي. كثير الموضوع بهمك؟ وين مش مديرنا وزميلتنا؟ كيف ما بهمني؟ بس انا خصوصياتي ما بحب احكي فيها مع حدا من الموظفين. ليش واحنا بنحكي اسرار يا ست نجاح؟ طب ما هو الكل عارف انكم مخطوبين وبدكم تتجوزوا. لو سمحت، اذا بدك تتسلى وفاضي اشغال تفضل روح على مكتب تاني واستغيث فيه زملائك. معلش انا كتير مقدر وضعك، عن اذنك. لكم خاطر تدخلوا تحت جلده للواحد. شو يا نجاح؟ صرنا خايفين نحكي معك. مش شايفة؟ مش شايفة هالسمج كيف قاعد بيحكي؟ بدي يعملني موضوع يتسلى فيه. وأنا ما بيطلع لي أعرف شو بدك تعملي؟ مش رح أعمل إشي يا نجوى، لا قادرة أفكر ولا قادرة أحكي كمان. وهي أحلى كاسة ليمون لأحلى أبو عواد مشان تروق دمك، وحاجة قاعد عم تصفن وتفكر وتقهر لي حالك. بالبربيج يا إلهام، في حدا بضرب مرته بالبربيج؟ هي ماتت من قليل يا حرام، والله شي بطير العقل. لك يا أبو عواد يا حبيبي، يعني شو بدك تساوي؟ بعدين بيني وبينك أنا هاي شغلة الشوفير مو عاجبتني ولا حاببتها ولازم تبطلها. طبعاً لأنه مو جاينا من وراها إلا وجع الراس. هو أنا كل ما أحكي لك شغلة بطل الشغل بطل الشغل بطل الشغل، وبعدين ما عاد شي الهم. أنا بحكي لك مشان أفضفض عن قلبي. إذا ما قلت لك لمين أقول؟ لمين أسولف؟ لمين أحكي؟ تقبرني أبو عواد، أنا مو قصدي. أنا بدي إياك تضرايق على طول. وما ينهز بدنك من هالشوفات اللي عم تشوفها كل يوم والتاني. هو في شي ما بيهز البدن يا إلهام؟ اللي بيمشي بالشارع بنهز بدنه، اللي بروح يشتري خضرة بنهز بدنه، اللي بفوت يشتري لحمة بنهز بدنه، اللي بركب بالباص بنهز بدنه، اللي بيقرأ الجرايد بنهز بدنه، اللي بيشوف التلفزيون بنهز بدنه. أنا شايف لك كل شي قاعد بنهز. انت مش حاسة بالهزية يا إلهام؟ حاسة تقبرني، حاسة. يلا يا ماما ادخل يا حبيبي، فوت. الحمد لله على السلامة. ادخل يا ماما، ادخل يا حبيبي، ادخل. اهلين يا ماما، اهلين يا روح. تريح يا ماما، اقعد تريح. هذا بيتنا؟ يا ماما بيتنا.
يعني رح يكون بيت الجيران يا حبيبي، اقعد تريح يلا. ايه طب مدام يعني بيتنا هيك، ليش المستشفى؟ ليش؟ ما خلاص هيك طلعت من المستشفى، اقعد وتريح. الماما هلا بدها تعمل لك اشي زاكي تاكله عشان تشرب الدواء. لا لا دواء لا لا، انا اذا بتجيبي لي سيره الدواء بزعل منك وباكل هوا. يا حبيبي يا ماما، الدكتور قال لازم تشرب الدواء عشان تطيب. لا انا اذا بشرب الدواء بخاف اصير احكي هندي. لا يا حبيبي لا، اقعد ارتاح يا ماما، اقعد اقعد اقعد. لا لا لا، انا تعبان، تعبان، بدي انام عشان تذبحي لي جوز الحمام. ابو عواد أبو عواد، صباح الخير نجوح. صباح النور. أشفتي لي أبوك؟ لا ليش؟ ما بعرف، صحيت ما لقيته. وين بدي يكون راح؟ معقول يكون طلع من الصبح؟ مش بعرفني، أنا كمان حاسة مخي مسكر وروحي مفرفطة وحابة أطلع. شبكي أنت التانية نجاح؟ امبارح ابوك طول الوقت وهو زعلان على هي البنت اللي انحرقت، وانت هلا كمان، لك شو قصتكم؟ حاسه حالي مخنوقه وروحي مفرفطه، لا حابه احكي مع حدا ولا اشوف حدا ولا اروح الشغل حتى. لا 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 لا، هذا اكيد عينه صابتنا، انا لازم بخر البيت كله. يا الهام بقول لك روحي مفرفطه، بتقولي لي ابخر وما ابخر؟ لك البخور منيح بيجلي الغم والهم عن البيت. يا حبيبتي يا نجاح، انت ما بتعرفي قديش عيون الناس فارغه وحقوده لكن، وهذا اللي بيعمل ضيقة الخلق. اهلين يابا. اهلين. مرحبا. هلا. شو وين كنت وشو هذا اللي حامله بايدك؟ يا ستي فرفطت روحي، حسيت انه في بلاطه جاثمه على صدري، انخلقت طلعت اشم هوا، قزدرت، شميت ريحه الفلافل هفت عبالي، شريت فلافل، مشيت شوي شميت ريحه الفول حمص هف عبالي، اشتريت فول وحمص، مشيت جنب الفرن شميت ريحه ايش، اشتريت خبز كل شيء هف عبالي شريته. يعطيك العافيه. كثير منيح. ولسه مفرفطه روحك؟ لا هسه ما شاء الله علي، انا بنصح كل واحد بتفرفط روحه وبنخنق يروح ياكل فلافل برتاح. هات لشوف. الله ريحته بتجنن. وينكم؟ انا رح اعملكم كاسه شاي وحضر لكم الفطور. تسلمي. بركي بترتاح نفسيه نجاح على ريحه الفلافل. ايه ليش؟ شو مالش نجاح يابا؟ مش عارفه يابا، روحي مفرفطه هيك وحاسه حالي مخنوقه. ليش شو بي يابا؟ روحي اعملي لنا شاي. حاضر. من تسلم. عيوني. تسلم عيونك. قولي لي يابا شو مالك؟ مش عارفه يابا، حاسه حالي هيك مخنوقه وحابه اخذ اجازه من الشغل واقعد شوي. انا عارف يابا انت متضايقه من اللي صار مع سعدي، هذا بصير مع كل الناس يابا، ما تهتمي بكره بتنسي. بعدين شو رايك تاخذي لك كم يوم اجازه وترتاحي بيهن؟ ما انا خايفه برضو ازهق من الاجازه يابا. شو رايك يابا تروحي عند خالتك كم يوم منه بترتاحي وبتغيري جو؟ والله فكره، كيف نسينا خالتي؟ بتعرف انا رايحه عن بالي. اخ يابا ما هو بهالزمن الواحد صار ناسي حاله، مش متذكر اشي. أنا مش متذكر شو تعشيت امبارح. صحيح يابا، شو تعشينا امبارح؟ ليش احنا تعشينا امبارح؟ مش متذكرة. أنت صحيت يا حبيبي؟ صحيت؟ ليش أنا كنت نايم؟ يعني كنت صاحي؟ أوه، كيف بدي أعرف إذا كنت صاحي ولا نايم؟ انا كنت عايم. احط لك تفطر يا ماما؟ حطيلي.
بس لا تحطي لا زيت ولا زعتر ولا زيتون اخضر ولا فلفل احمر. ولا شو احط لك؟ لا تحطي ولا تفطي، واحسن اشي انك تنطي، واذا ما بتعرفي تنطي فطي. مالك يا حبيبي؟ انت حاسس باشي؟ حاسس؟ انا حاسس، انا حاسس اني مش لابس، واذا الاحساس هذا بلازمني رايح يدمرني. اروح اجيب لك الدواء احسن. لا 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 لا، بلاش الدواء. ليش انا مريض ولا رماني الهواء؟ اعوذ بالله، انت مش مريض. طيب اذا انا مش مريض ليش الدواء؟ انت كنت مريض زمان. اذا هيك جيب الدواء. هذا المنطق، اذا مريض لازم دواء. جهزت يابا. يعني حضرتي حالك للسفر؟ يابا اخذت شويه اواعي معي. يعني هالاسبوع كله بدك تقضيه عند خالتك؟ يا الهام يا حبيبتي، بدي اريحك من وشي عشان تاخذي راحتك مع ابوي. لا لا رجوحة. نعم يابا. الصبح بتقومي على الريق بالمزرعه، لما تصير الندى بتقطعي خيار وبندوره بتفرميه بالسلطه تاكلين على الريق. حاضر يابا. يب. وليش الخيار والبندوره؟ خليها تاكل بردقان كرمنتينا، بتقوي دمها. بعدين الفواكه حبيبتي بتفتح الوش. ليش؟ حاضر. الخضره ما بتفتح الوش؟